طيب للحديث أكثر عن لقاء الرئيس السيسي بنظيره الغاني معنا سيادة السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك يا سيادة السفير. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم، أهلا بسيادتك. ربما البطولة الإفريقية كانت مناسبة لحضور عدد من السادة الرؤساء رؤساء الدول الإفريقية اللي منتخباتهم ربما بتشارك في فعاليات البطولة الإفريقية، بالإضافة طبعا للعلاقات الثنائية والزيارات اللي بتكون معتادة ما بين الدول المختلفة. عايز أعرف من سيادتك فندم، يعني فحوى لقاء الرئيس السيسي بنظيره الغاني واستقروا على إيه فيما يتعلق بالقضايا المشتركة أو ربما الصعوبات والتحديات اللي بتواجه دول القارة؟ يعني كلنا نعرف يعني العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر وغانا، والدعم اللي قدمه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من أجل استقلال غانا في الخمسينات، والعلاقات الوثيقة التي كانت تربط الرئيس جمال عبد الناصر بالرئيس نكروما في ذلك الوقت. يعني استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الرئيس غانا بيعكس تقدير الرؤساء الأفارقة وحرصهم على الاستماع إلى وجهة نظر السيد الرئيس ومواقف سيادته تجاه القضايا الإفريقية المختلفة، وجهود السيد الرئيس الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في أفريقيا وتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على استعداد مصر لدعم ومساعدة غانا في كافة المجالات، وخاصة دعم علاقات التعاون التجاري والاقتصادي والارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وغانا لكي تتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين. نعم، بشكر سيادتك يا فندم، شكرا جزيلا سيادة السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا هاتفيا تعقيبا على زيارة الرئيس الغاني لجمهورية مصر العربية ولقائه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.